المغرب منبت الأحرار، مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان. دي كلمات من النشيد الوطني المغربي اللي بيبدأ بيها لاعبي كل مباراة، وبنشوفها في أدائهم في كل دقيقة. هي مش مجرد كلمات، هي كلمات حولوها الواقع، أكدوا إن حقيقي للعلا عنوان هو فخر لكل مواطن، مش بس مغربي لا كمان عربي. كلنا بلا استثناء فخورين وسعداء جدا 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 بالإنجاز الكبير اللي حققه أسود الأطلس، وبنوجه تحية كبيرة لكل لاعبين منتخب المغرب، الجهاز الفني بقيادة المايسترو المدرب الوطني وليد أرجراجي صاحب السيمفونية اللي بتعزف لنا في كل مباراة بيقدمها مع منتخب بلاده في كأس العالم. تحية خاصة جدا 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 لاتحاد الكرة المغربي على العمل الكبير اللي قدمه من دعم منتخباته وتطوير منظومته الكروية. كان لازم نشوف في النهاية النتيجة دي بالإنجاز العالمي ده، في حين أننا هنا اسمحوا لي أقول لكم في مصر للأسف الواحد بيقول الكلام ده وهو زعلان، لأن مصر بلد كبيرة وعندها منتخب وطني قوي يقدر يوصل ويحقق إنجازات كتير، لكن المطلوب من اتحاد الكرة المصري أنه هو يراجع نفسه. صحيح. يراجع نفسه، لان احنا بنعاني من سوء تخطيط، عدم وجود اي تطوير في منظومه الكوره المصريه. محتاجين ان احنا نشتغل الفتره الجايه على خطه واضحه، سواء موجود مدرب وطني او اجنبي. طبعا كان نفسنا نكون موجودين والانجاز ده يكون لينا، لكن هو لينا، لانه المغرب هي مش بس منتخب عربي وافريقي، احنا كلنا يعني افريقيا هي قاره واحده وكلنا كعرب فخورين. ومصر يا اميره تقدر بابطالها الحاليين، بس احنا حقيقي فرحانين من قلبنا، خصوصا وانه المصادفه كمان انه البطوله معموله على ارض عربيه، فالبطوله دي على بعضها بالنسبه لنا بطوله استثنائيه، بطوله المفاجات صدمات، وان شاء الله كلنا عندنا امل في ان منتخب المغرب يقدر يحقق اكتر من كده وياخد كاس العالم السنه دي باذن الله.